على قولة الله أكبر. صلاة الظهر إن شاء الله الرحمن الرحيم قدرت الطيور كاملين الدوش باش يدوشوا الحال سخون اليوم السبت إن شاء الله الرحمن الرحيم خامس أيام رمضان اليوم غدا عاطين في الطيور إن شاء الله غادي يكون الحرارة ما تبخلوش على الطيور ديالكم الدوش عطيهم يدوشوا عطيهم استحمام عطيهم يرتاحوا الإناث راه كاين اللي عندها الصغار وكاين اللي عندها البيض كلشي كنعطيه يستحم هاو كلشي تبارك الله دوش هاهما راه فاسقين هاهما الفايو كلشي قدمتو لحمام السباحة هانتوما تتشوفوه بدون استثناء اللهم لك الحمد والشكر هانتوما تتشوف هاد الصغار هادو تاهما راه مدوشين كلشي قدمت لحمام السباحة هاهو هذا حتى هما قدمت اليوم شوف هذا هو النشاط عطيو الطيور ديالكم يدوشوا هانتوما تشوفوا معايا حمام السباحه قدرتو كلشي كلشي الحمد لله دوش اللهم لك الحمد والشكر ما تبخلوش على الطيور ديالكم في هاد الايام غتكون سخونه عطيوهم يدوشوا وحاولوا ان شاء الله الرحمن الرحيم الى لقيتو كيفاش باش تكون عندهم التهويه مزيانه يكون الهواء كيدور يعني ما يتجمدش يتواعر عليهم نطلب الله خير سبحانه وتعالى هادشي اللي نطلب الله نطلب الله خير عندي شي صغار انا وجدت ليهم الاكل ديالهم انا وكلهم ما شاء الله عندي صغار هنا في المسرح عندي صغار في هاد القفص هادو ها هما كاينين تمايا عرفتي بان ولا لا كاينين تبارك الله كاين صغار هنا هاهم هادو تي هادو غنعاون غير واحد فيهم لان ما تياكلش مزيان الاخرين واكلين مزيان كاين تبارك الله صغار كبروا الفوق حتى هما كاينين تما صغار اللهم لك الحمد والشكر هذا وليد ديال الفيو ما عرفتش يبان مزيان ولا لا هو نحركو باش يتحرك من تما هو ما شاء الله كان معاه واحد خوه خرج شويه بيض عين حمراء ولكن مات هذا اللي بقى الدار ديالو ابيض نطلب الله يبارك فيه خرج يشبه الام ديالو الاب ديالو ما هو الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر الناس كلهم ما شاء الله راه حاضنين على البيض تبارك الله ما شاء الله شوفوا هذا الثنائي ديال الكلوستر ما شاء الله ما شاء الله هذا الذكر هذا الانتاج هنايا ديال المزرعه المتواضعه هذه الانثى اللهم بارك الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر كما قلت لكم راه عندنا اناث فقصات اناث اخرى باقي عندها البيض باقي ما فقش البيض راه تيبان الله اعلم خليهم منجزعوهمش خليهم غنمشي نوكل غير هذوك الصغيرات الصغار ان شاء الله الرحمن الرحيم